يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تشقير الحواجب بالنسبة للنساء بحيث يكون شعر الحاجب بنفس لون البشرة من غير نتف أو حلق؟ لا يجوز هذا العبث بالحواجب، لا يجوز، لا بتشقير ولا بقص ولا بنتف ولا بحلق، تترك الحواجب كما هي، تترك كما هي، إلا إذا كان فيها شيب فإن الشيب يغير بغير السواد، لكن إذا شابت ما هي براحة تصبغ، ما فيها فائدة. نعم.